طبعا الاتفاق الذي حصل بين الحكومة المركزية وحكومة تقليب كردستان هي خطوة أولى أو الخطوة الأولى، الاتفاق التمهيدي واللمسات الأولى لإنهاء إشكالية النفط والغاز، الإنتاج والتصدير. وطبعا هذا الاتفاق يحتاج إلى أن يعزز بأن يدرج في قانون، سواء قانون الموازنة العامة أو أن يشرع قانون النفط والغاز الاتحادي، لأنه عندما يكتب هذا الاتفاق في قانون فإنه يستمر، يكون هناك ديمومة له ولا يمكن التراجع عنه من كل الأطراف. أما بالنسبة للقرار الصادر من غرفة التجارة في نادي باريس فهذه ملزمة لتركيا، تركيا هنا ملزمة وفق هذا القرار بتسديد مبلغ 1.5 مليار دولار إلى العراق، لأنه قرارات المحاكم الدولية ملزمة لتركيا وللعراق، ووفق الاتفاقية 1958، اتفاقية تنفيذ الأحكام اللي تصدر من محاكم التحكيم. وفي حالة عدم التنفيذ من تركيا بالتأكيد تركيا ستتعرض للعقوبات الدولية. أما قرارات المحكمة الاتحادية أيضا هي واجبة التنفيذ من كل الأطراف، سواء من أقليم كردستان أو الحكومة المركزية. وأعتقد أنه تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي سيتضمن كل هذه القرارات ويحل الإشكال بين الطرفين.